أنا أريد أن أقول للمستضعفين في العالم لا تيأسوا. إن البؤس والتعاسة القائمة علينا مرتبطان برحيل الجشع ومرارة البشر. الذين يخشون طريق التقدم الإنساني. كان حزينا بائسا، لكنه أضحك العالم وأسعده في كل الأوقات، حتى في أزمنة الحروب والبكاء. أخفى همومه وتعاسته وفقره ويتمه في قبعته السوداء، محولا إياها عصا لساحر الضحك، وبخطواته الرشيقة الخفيفة المستوحاة من حوذي عربة كان يمشي مشية غريبة، فوقعت عينه عليه حين كان طفلا، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المشية مشيته المسجلة لتضحك الملايين وتشغل العالم في معظم أدواره السينمائية. تشارلي تشابلن، عبقري السينما الصامتة، رجل أوروبا البائس، سيد السينما الصامتة، أو الطفل شارلو الذي رأى حوذي العربة وقلده في الطريق، غير مدرك ما سوف تحمل له هذه المشية في يوم من الأيام. ببسمتي وعبقرية عبقري السينما الصامتة نمسيكم أينما كنتم في العالم العربي وكل العالم، لنفتتح معا بريدة السير تشارلز سبنسر تشابلن بحسب ما توج كفارس من قبل الملكة إليزابيث الثانية 2020. اليوم ما زال تشابلن عبقري الصمت والضحك في زمن احترف الرياء والخداع والضجيج العقيم. الرسالة الأخيرة لهذه الليلة والتي سمعناها في مستهل حلقتنا كانت أكثر وأكبر وأعمق من رسالة أو مخطوطة استعنا بها كمستند مثله بطلنا تشابلن في فيلمه الدكتاتور، كان نصاً لرسالة وجهها للعالم عندما تم اختياره ليصبح إمبراطوراً، لأن موته جاء هادئاً صامتاً مباغتاً لكل من أحبه من مقربيه، وكان صباح ليلة عيد الميلاد حيث كان منزله في سويسرا مليئاً بأبنائه والأصدقاء. تركهم ليأوي إلى الفراش تاركاً باب غرفته مفتوحاً كي يشاركهم بهجتهم. وفي صباح اليوم التالي أتوا ليهنئوه بالعيد. كان تشارلي تشابلن قد غادر الحياة مشرعاً بابه لمن كان في قلبه الطموح والاجتهاد ليكمل ما صنعه هو للعالم بعد 88 سنة مفعمة بالعمل والكفاح، مانحاً ملايين البشر السعادة، راسماً نهجاً جديداً للسينما. الطفل شارلو يسكن تشارلي بهذه البطاقة معاً ونعود. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.
vous apporter un nouvel et solennel hommage. Charles Spencer Chaplin. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur. Madame, Monsieur, Mr. Minister, I'm too full to express myself in French, so I will continue with English. I don't speak that very well either, but it is wonderful to be here tonight and see how kindly you receive me. ما سر هذا العبقري الطريف؟ كنت أتأمله معكم أيها الأصدقاء، وأتأمل تفاصيل موهبته الخارقة التي تحمل في طياتها خبايا إنسان جبل بالحزن والأسى بين أبوين انفصلا وهو لم يبلغ 3 سنوات. ولد تشارلز سبنسر تشابلن في ضاحية ويلوورث، وهي الأكثر فقراً وبؤساً في لندن بتاريخ 16 إبريل 1889 للميلاد. ويذكر بأن طفولته تشبه الطفولة التي رسمها الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز في العديد من رواياته. كان الطفل شارلو يذهب إلى الملجأ لعدم إيجاد مأوى له، وبعد الملجأ عمل كصبي حلاق إلى أن وقع نظره على مشية حوذي العربة كما ذكرنا آنفاً، لتغير له مجرى حياته وإن بعد حين. ووالده كان مغنياً في الميوزيك هول وهو من أصل فرنسي، وكانت أمه أيضاً مغنية وممثلة من أصل يهودي تدعى هانا، وعرفت باسم ليلي هارلي. لذا تعلم فن الغناء من والديه، على الرغم من وراثته الموهبة الفنية عنهما، إلا أنه لم يعرف النعيم والشهرة بفضلهما، بل عانى من طفولته انفصال الأبوين، فعاش مع والدته في أجواء من الفقر المدقع والظروف الصعبة، خصوصاً بعد أن فقدت الأم عملها في المسرح نتيجة إصابة أحبال صوتها. ما اضطر شارلو الصغير إلى العمل مع أخيه الأكبر غير الشقيق سيدني في مسح الأحذية. وبعد سنوات تأزمت ظروف العائلة أكثر، ولم تعد والدته قادرة على رعايته هو وأخيه، لذا قررت السلطات وضع شارلو وسيدني في ملجأ الفقراء في لامبث، لينتقلوا بعد ذلك بعدة أسابيع إلى مدرسة اليتامى والمعدمين، إلى أن توفي الوالد الذي كان مدمناً على الكحول عندما كان عمر شارلو 13 عاماً، لتعاني الأم من جديد انهياراً عصبياً، وفيما بعد وبشكل مؤقت وضعت في مصح للأمراض العقلية. يقول تشارلي تشابلن عن هذه المرحلة في مذكراته التي حملت عنوان هذه حياتي: تلك طفولة الوقوف أمام مصيرك غير قادر على شيء، فقد كان علي أن أكبر وأنا أتحمل المسؤولية وأن أفرغ إلى لقب يتيم قبل الأوان. ويذكر في أحدث كتاب للطبيب النفسي المعروف دكتور ستيفن ويزمان، يقول إن مصدر الحزن الحقيقي لتشابلن لم يكن سببه الفقر والحرمان والطفولة الصعبة التي عاشها، بل يكمن بفقدانه والدته بالدرجة الأولى، لأن الذي فقده فيها لا يعوض. إن الظروف التي تعرضت لها هانا، كونها عملت أيضاً مومساً في شبابها، جعلتها تتحمل عواقب مأساوية على المدى البعيد، فقد أصيبت بالزهري وهو مرض لا يمكن الشفاء منه بسهولة في أواخر القرن 19
ما أدى إلى جنونها، كما يشهد على ذلك تشارلي عندما كان في 19 من عمره، لذا لم يتمكن من تخطي ذلك. بريدنا الليلة مفعم بالأحداث والإنجازات، فابقوا معنا، استراحة ونعود. نحن معا من جديد ودائما ضمن برنامج الرسالة الأخيرة في حلقة المشاكس السينمائي العالمي تشارلي تشابلن. على ما يبدو أيها الأصدقاء أن قدر الشوارع لم يرحم تشابلن من المرتزقة والمبتزين حتى بعد وفاته، فاسمعوا معي هذه الحادثة الغريبة. بعدما وجد متوفيا صباح عيد الميلاد كان تشييعه نسيجا من الخيال، فشيع بحضور أكثر من 20,000 رئيس دولة على نحو الجنازات الرسمية، وحضر جنازته أكثر من 20 مليون شخص وهم يرفعون صوره ويبكون. أما الحكاية المخيفة والغريبة فلم تتوقف هنا. بعد وفاته وتحديداً في عام 1977 سرقت جثته في أحد أعياد الميلاد أيضاً في ذكرى الليلة ذاتها التي أسلم الروح فيها. كان ذلك محاولة مباشرة للحصول على فدية من ذويه، حيث تمكنت الشرطة من استرجاع الجثة بعد 11 أسبوعاً من البحث عن المجرمين. واليوم يرقد جثمان تشابلن محفوظاً تحت طبقة خراسانية. بالعودة إلى إنجاز هذا الرجل الذي لغاية يومنا هذا لم نصدق بأنه غاب من شدة حضوره وعبقرية أفلامه وطرافتها ومواضيعه التي تناولها وأسلوبه الكوميدي الأسود في زمن كان يعد ذهبياً في السينما. ورغم ذلك تجرأ على قلب المقاييس باستخدام مفردات سينمائية جديدة، إن من حيث بناء الموضوع إلى التقنيات التي أحاطت ببناء موضوعه وصولاً للاستعارة. إن تشارلي تشابلن استعار في تلك الحقبة بشكل لا واعٍ أو عن قصد لا يمكننا لغاية اللحظة أن نؤكد. المهم أنه استعار من فن الإيماء لبناء شخصياته وتراكم أحداثها، من ذاك الفن الصامت المبني درامياً على الكوميديا السوداء التي تضحك المشاهد من ناحية لتفاجئه بالصفحة الإنفعالية التراجيدية من ناحية أخرى. وهكذا كان حال شخصيات تشابلن الراضخة لمأساة سذاجة ظروفها، فهي دائماً رهن مآزق مضحكة بتراجيدياتها. سوف نستفيض وننهل مطولاً من خبرة ضيفنا الممثل الإيمائي والمسرحي والأستاذ المسرحي، هو أستاذ أكاديمي في أقسام المسرح في الجامعات اللبنانية والعربية، الفنان فايق حميصي. أهلا وسهلا فيك في برنامج الرسالة الأخيرة، وحضرتك أستاذ وصديق عزيز من لبنان، أهلا وسهلا فيك الدردارك. أهلا فيك يا صديقي العزيز، هذه قبل أستاذ غالي يا أستاذ فايق غالي. أستاذ فايق، أين مكان من الفن الإيمائي في أداء تشابلن تقنياً كونك حضرتك صاحب اختصاص؟ أولاً أريد أن أقول أن ما أداه تشابلن في الأفلام التي شاهدناها هو ليس فن إيماء، هو فن تعبير صامت بالحركة. ونظراً لأن السينما حين في ذلك الوقت لم تكن مجهزة لتسجيل الصوت، ودليلي على ذلك أنه حين تمكنوا من تسجيل الصوت مع الصورة في السينما انقلبت أعمال تشارلي تشابلن إلى أعمال ناطقة فجأة. وبالطبع هي لم يستحسنها الجمهور لأنه كان متعودا عليه وتعودا على رؤيته يعبر كما قلت حضرتك عن المأساة بقالب ضاحك ساخر، وقد اعتمد على قدرته الإيمائية. هنا نقول قدرته الإيمائية لأنه لا أعرف إذا كان قد ذكرت ذلك أو لا تذكر ذلك، هو درس الإيماء عندما كان صغير، هو درس الإيماء، هو درس الرقص ودرس الإيماء ودرس الغناء ودرس الموسيقى عندما كان صغيرا. نعم صحيح، في أجواء والدته، لأن والدته صحيح والدته كانت مغنية طبعا، وقد استفاد من تقنيات الإيماء، بمعنى
تقنيات، هنا التقنيات الجسدية، لأن الإيماء يتكل على تحريك المفاصل وتعبير الوجه وتعبير الجسد بشكل مركب، بشكل كالرسم الصيني، يعني أنك لا يمكن أن تخطئ بالحركة في الرسم الصيني، بالرسم بالحبر الصيني لا يمكنك أن تعيد الخط مرتين، لأنه بمجرد أنك وضعت الخط انتهينا، وضع الخط ولا يمكن أن تعدل به، لا يمكن أن تمحيه. هنا تكمن براعة شارلي شابلن في أدائه الصامت، استخدامه للجسد بشكل مركز وباختزال وبدون ثرثرة حركية. هو رأى صدفة، هو لما كان بعمر صغير حوذي عربة، واستوحى من مشيته من هذه المشية وقلده، وهو لم يكن واعي آنذاك أنه هالمشي رح بتكون تقرر له مسار حياته. برأيك إلى أي مدى هالمشي فعلا مثل ما قيل بالدراسات أنه هالمشي أثرت إلى حد بعيد بشهرته وبانطلاقته العالمية؟ لأنه بس نقول شارلي شابلن حكما منقول الكل بيقلد هالمشي المعينة يلي هو استوحيها من لما كان صغير. طبعا هو أسقل لاحقا بالدراسة وتعمق، يعني عندما استوحى من فن الإيماء والفنون المسرحية إلى ما هنالك من مفردات تخص خشبة المسرح. هنا ايضا نعود الى الايماء في بداياته، في بدايه القرن العشرين، يعني اشتهر عن طريق مدرسه موجوده بين ايطاليا وفرنسا لكنها تركزت في فرنسا في النهايه. اشتهر تلاميذ هذه المدرسه بان كل واحد منهم يخترع لنفسه، يبتكر لنفسه شخصية ويسميها باسم شارلي شابلن. المشية التي تتكلم عنها هي ليست مشية شارلي شابلن، هي مشية شخصية شارلو التي كان يلعبها في الأفلام. وشارلو عفوا، بس كمان تصويب، وشارلو لما كان صغير وكانوا يندهوله شارلو، مرة كان ماشي بالصدفة وشاف حوذي عربة وقلده، والتصقت هذه المشية بشارلو لتصبح لاحقا مشية شارلي تشابلن، إلى لاحقا أيضا عندما قلدته وسام الملكة إليزابيث الثانية ليصبح سير شارلي سبنسر تشابلن. هي المشية والشاربين، الشارب الصغير، نعم، مستوحى من هتلر هيك حسب ما تشير الدراسات، يعني هو كانت موضة في ذلك الوقت. هو استخدم والحاجبين اللذين كان يرسمهما فوق حاجبين، نعم، يعني هذه هي شخصية شارلو، زائد طبعا القبعة التي كان يستخدمها كثيرا في أدائه وفي السحر الذي كان يقوم به خلال أدائه، تحريكه للقبعة وتحريكه للعصا التي كان يستخدمها. هذه عدة شارلو. أستاذ في أحميسي، عفوا أستاذ في أحميسي، يعني أريد أن أغتنم فرصة هذه المداخلة لأسأل، هل فعلا مواضيع الفن الإيمائي أو المشاهد الإيمائية في المسرح بالعالم تقتصر فقط على المواضيع الكوميدية، أم هي أيضا قد تتناول مرات عديدة مواضيع تراجيدية؟ لا أبدا، هذا نستطيع أن نقول ذلك عن نوع واحد من الإيماء، هو يسموه إيماء الشارع أو إيماء الحكوات. نعم. إيماء الشارع بمعنى هذا الذي يقف على الرصيف في أحد شوارع باريس أو لندن أو أوروبا وأحيانا في بيروت، يقوم بتقليد الناس ويقوم بمشاهد صغيرة لإضحاك الناس. أما المسرح الإيمائي، نحن نعرف مارسيل مرسو ما نعرف عن مارسيل مرسو هو المشاهد التي كان يقدم فيها قصصا صغيرة يسميها ميمو درام، قصصا صغيرة أغلبها مضحك، أغلبها لكن ليس كلها، ولكن لا نعرف عن جان ليبارو. نعم. هو إيمائي، عايش مارسيل مرسو، كان في نفس الوقت كانوا درسوا
اثنان درسا عند جان بيكرو، إنما جان ليبرو سبق مارسيل مارسو في الأداء الإيمائي في فيلم أولاد الجنة لجونفان دو فرادي، أول فيلم فرنسي. نعم. ولم تكن الشخصية التي أداها كإيمائي في الفيلم كوميدية عزية أبدا، كانت شخصية ذات معاناة شخصية، وكان يقع في مشاكل من أجل أن يعيش، ثم يقع في الغرام، قصة عادية يعني، لكن ليس فيها أي شيء من الهزل. طيب دعنا نوضح لبعض الشرائح من الجمهور اللي عم يشاهدنا الليلي، اللي ما بيعرفوا ما عندهم اطلاع عن الفن الإيمائي، دعنا نرسم القليل من معالم الممثل الإيمائي بكلمات. من هو الممثل الإيمائي وكيف نراه على المسرح؟ الشخصية الإيمائية. أوكي، التمثيل الإيمائي هو تقليد يعود في القدم لعهد الحضارة اليونانية القديمة. نعم. هو في تلك الحضارة التي نشأ فيها المسرح كان ممنوعا على عامة الناس أن تمثل، كان التمثيل باختصاص طبقة النبلاء. لماذا؟ لأن القصص كلها كانت تدور حول آلهة ذلك الزمان وملوك ذلك الزمان، فكيف يمكن لعامة الشعب أن تمثل دور ملك أو آلهة من آلهات التي كانوا يعتقدون وجودها؟ الشعب كان يقوم، عامة الشعب كانت تقوم باحتفالات خارج المسارح في الطرقات، يدهنون، يضعون طلاء على وجههم من خلال التخضيب، تخضيب في لون أبيضا، والمشاهد التي كانوا يقدمونها كانت مشاهد صامتة حتى لا يقال أنهم يقلدون النبلاء. نعم، هي مشاهد صامتة، هم لا يتكلمون، وكانت تعرف بالمسخرة، كلمة مسخرة، مسكراد، كلمة مسكراد التي تستخدم لآلة مكياج عند النساء يضعونها على مسكراد لتكحيل الرموش. نعم، هي جاءت من كلمة لبنانية مسخرات. فالإيمائي حاليا هو حتى يعرف الناس هو هذا الممثل الذي يطلي وجهه باللون الأبيض ويقدم قصصا بالحركة فقط ومن دون كلام. وهذا النوع في منه أنواع متعددة، وآخرها قدمه لنا حفيد شارلي شابلين. فلنخبرهم أيضا عن الموسيقى المستخدمة في المشهد الإيمائي وعن خصائصها. الموسيقى، أول موسيقى استخدمها شارلي شابلين في أدائه، وهي الموسيقى التي لا نسمعها، الموسيقى التي نتخيلها حين نراه يتحرك. نعم، فيمكن أن تأخذ أي مشهد من مشاهد شارلي شابلين الصامتة التي ليس فيها أي صوت، تضع عليها مقطوعة موسيقية، ترى أن حركاته كانت مقسمة إلى جمل موسيقية، يعني 8 أوقات في كل جملة يقولها كانت مقسمة. ثم بعدين عندما استطاعوا تسجيل الموسيقى كان سهل جدا أن يضعوا الموسيقى، وعنده مشهد في فيلم الديكتاتور أعتقد مشهد الحلاق الباربر، أدى المشهد كله على موسيقى كلاسيكية وهو يقص شعر يعني ضفر أحد الجزائل على موسيقى كلاسيكية وضعها، يعني كان يستخدم الموسيقى ليس كمصاحبة للأداء إنما كلغة، كلغة، كعنصر درامي، كأنه ممثل آخر. يعني إذا شاهدت المشهد بدون موسيقى يكون مشهدا عاديا لا معنى له، يعني مشهد عادي. أما صحيح. عندما تضع عليه الموسيقى فهنا يدخل ما يسمى في المسرح الصراع الديالكتيكي، يعني الجدلي ما بين الصوت وما بين المشاهد، وهذه عبقرية تشارلي شابلين، ولازلنا حتى الآن نستفيد منها، وابنته فيكتوريا وحفيده استفادوا منها جدا. قيل عن شابلين بأنه الصعلوك، هيك بتقول دراسات، الذي وضع قواعدا للسينما ثم كسرها،
كيف وضع هو قواعد السينما وكيف ناقضها أو كسرها برأيك؟ يعني هو في أنا طبعاً لست اختصاص السينما، لكن أفلام شارلي شابلن وكبه في تلك الأفلام وكبه باستر بيتر وكبه لورن أند هاردي هارولد لويد أيضاً وكبه في نفس الفترة كان يعمل. هو تميزت السينما التي كان يكتبها ويخرجها وينفذها ويؤدها، تميزت، نرجع إلى الإيقاع، تميزت بإيقاع مدروس جداً ليكون فاعلاً في المشاهد وليس فقط ليبهر المشاهد بلقطات طويلة. أو مثلاً باستر كيتل كان يتميز بهدوء حركته السينمائية. وعندما كسر هذه النمطية، عندما مين شارلي شابلن كسر هذه النمطية واستفاد من عندما صار يكتب أفلامه بنفسه. نعم. لأنه كان يعرف هو ماذا سيقدم، يعني كان يدرس حركاته ثم يبني الفيلم على كيف ستقدم هذه الحركة. في أحد الأفلام أعتقد تيتي لايتون، في هناك يؤدي مشهدا يقال، قال الدكتور طارق سعد أنه ارتجله ولم يكن حضره سابقا، يغني أغنية ويرقص رقصة في أمام الناس، وأنه كلها كانت ارتجال، لكن الذكاء ذكاؤه كان في تقطيع حركته أمام الكاميرا بحيث لا يضيع. برأيك هل طريقة تقديم تشارلي شابلن لشخصية البسيط الساذج كانت تشويهاً لصورة الساذج أم تهكماً أم على العكس؟ هو كان في سبيل إضحاك الناس. هو كان يقدم ظاهراً الساذج ولكنه كان ذكي، هو ينتصر دائماً. تذكر الملاكمة في أحد الأفلام، يدخل في حلبة ملاكمة حتى يستطيع الحصول على بعض الدراهم. هذا مشهد هائل، مشهد يعني كيف يدور حول الملاكم الآخر. هو كان دائما يلعب هذه اللعبة بين الصغير والكبير وبين الساذج والذكي، لكن نكتشف أن هذا الساذج الذي تسميه أنت الساذج هو الذي يربح المعركة في النهاية، لأنه هو الذكي، ظاهره ساذج لكنه صاحب النظر وحاد الذكاء. أستاذ فايق حميصي، الأكاديمي اللبناني العربي الكبير في الفن المسرحي، أهلا وسهلا فيك صديق عزيز، الدار دارك في هذه الحلقة الخاصة بتشارلي شابلن من برنامج الرسالة الأخيرة، شرفتنا وأثريت حلقتنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. عندما نشاهد فيلما لتشابلن يأخذنا المرح والتعاطف مع هذه الشخصية المغلوبة على أمرها لدرجة أنها كفيلة بأن تنسيك أن لها ماض أقصى من اللحظة التي تمر بها، إلا أننا سرعان ما نستدرك بأن هذه الشخصية هي نتيجة موضوع معين يبطن لحظتها، لا بل يختبئ خلفها ممثل نصه مفخخ بالمواقف التي قد تكون أحياناً سياسية وأحياناً أخرى محرضة، لأن الإيحاء بالشيء يأتي دائماً أخطر من التحريض المباشر، كما حدث مع الصعلوك المدهش. ما لم يتداول كثيراً عن تشارلي شابلن هو نفيه آنذاك خارج الولايات المتحدة الأمريكية مدة 20 عاماً بسبب مواقفه الليبرالية اليسارية ضد الظلم والجشع والجوع والطبقية. كل هذه المواقف كان يدسها في خبايا طرافة مواقفه المرحة التي كانت تضحكك، وما أن تضحكك حتى تشعرك بتساؤل وجودي تشعر من خلاله بشعور الذنب وتتساءل على ماذا أنا أضحك؟ أضحك على مأساتي؟ وكأنك بهذه الضحكة المجانية تهين الإنسانية، وهنا تكمن عبقريته في إيصال ما يبغيه بأسلوب استدراجي خلف قناع من البراءة الموقوتة. لذلك
قد يصعب علينا تحديد ماهية هوية هذا الفنان الشامل الذي أراد فصنع للسينما مسالكها وأصولها الجديدة بمفردات شكلت مدرسة استثنائية لا تتكرر، ليبقى وجه هتلر مرافقاً مرآة شخصياته لغاية آخر لحظة، وكأن إقطاعية نظامه وبطشه حكم عليه هو الآخر، مذ كان شارلو مروراً بتشارلي شابلن لغاية السير تشارلز سبنسر شابلن. والبديع بهذا العبقري لا اليتم ولا الجوع ولا العقد النفسية ولا قساوة المنفى في سبيل صناعة لحظة سينمائية تقلب المقاييس. نحن مستمرون في برنامج الرسالة الأخيرة في بريد يصعب فك أحرفه رغم بساطته. تشارلي تشابلن هو رسالتنا لهذه الليلة. فاصل أخير ونعود، ابقوا معنا. أيها الأصدقاء، ونحن نتأمل ونقلب مواضع عبقري السينما لفتنا هذا العنوان الكبير، كونه كان يهدم ليبني. لم يقبل يوماً أن يرمم أنقاض ما هو متعارف عليه، ولم يقبل أن يلمع صوراً ومفاهيم متكررة. لذلك كنا نجده يكسر الصورة والمنصب اللذين كان يريد أن يأخذ موقفاً منهما بتذليلهما وذلهما بالمشهد في آن. أما الرومانسية المفرطة التي كان يتميز بها ويعطيها حيزاً لا يستهان به في أغلب أفلامه حتى في خضم أصعب المواقف السينمائية، فكانت اللحظة الرومانسية وتلك الوردة البيضاء التي لم تغب عن الشاشة، كأنه أراد بها النجاة من سوداوية عبثية تحكم حياتنا وتودي بنا بالأحرى إلى صيرورة فحتمية متكررة على اللا معنى. أما العصا فكأنها آلته الموسيقية المعطلة التي وإن كانت سلاحه الوهمي الذي لطالما استند إليه إلا أنه كان يوقعه دائماً، فبين العصا مترجرجة والوردة البيضاء تأرجح الكائن الشابليني مئات الأعوام وبعد قرن ونصف القرن على وفاة هذا الصعلوك الموقوت. بقيت المنظومة هي هي، وفلسفة الضعيف والقوي والطبقية والجوع والفقر. ما تغير فقط هو تشابلن الذي مر ليبقى وإن غاب. هيا نتصفح معا صور تشابلن بهذا الألبوم معا ونعود. Dore, j'ai notre souque foré, j'ai notre site avoré, j'ai la coulette et la toile. La spinage au la bouchon, cigarette pote bello, si raquiche pas que l'étau, j'ai la coulette et la toile. La cime, pour les boules teximites, le zionte sous la cite, tout la wa. C'est mon tia si l'amour, le son tia s'entrevore. Le zonche
comme seul. J'ai la peau sale à toi. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite, je la passe à ville à toi. ها قد حان وقت المحور الأخير من حلقة السير تشارلز سبنسر تشابلن. إن تشارلي تشابلن أيها الأصدقاء الباحث الأبدي عن فكرة جديدة أو موقف إنساني جديد أو لغة سينمائية حملت للعالم لحظة سينمائية طبعت الأجيال لغاية يومنا هذا. هو أيضا كان باحثا دؤوبا عن لحظة رومانسية كأنه أضاعها ولم يجدها، مما انعكس في أفلامه ومما انعكس في تعدد زيجات ذاك الباحث عن حبيبة لم تأتي. فزوجته الأولى ميلدريد هاريس، والثانية ليتا غراي، والثالثة بوليت غودار، والرابعة أونا أونيل ابنة الكاتب المسرحي إوجين أونيل. كونهن مثلن في أفلامه وكأنهن كن يبغين الشهرة والانطلاق من خلال اسمه، بينما هو بقي دائماً ذاك العاشق المراهق الذي يبحث عن لحظة عاطفية ترفعه عن الأرض. تشارلي تشابلن 131 عاماً على غيابك ولم يكتمل المشهد، وأنت تركض في الأزقة تهرب من شيء لتبحث عن آخر، فعصاك لفت بالوصية والوصية ينقصها الإمبراطور لكي يقلب المقاييس ويعيد إلينا الضحك الذي أضعناه، فبتنا ضائعين هذه الأيام، أليس كذلك؟ شارفت رسالة الليل على الانتهاء، علنا ننتظر بريداً جديداً يضيء لنا حلقة جديدة معكم ومن خلالكم دائماً عبر برنامج الرسالة الأخيرة. كونوا على الموعد فنحن لن ننسى الوعد. طابت ليلتكم.